النوم اللي هي اللي هنتكلم عنها بالتفصيل أكثر. النوم، كلمة نوم اختصار ل GNU Network Object Model Environment. فدي الكلمات الجاية منها كلمة نوم، الجي ان من جي ان يو، و الجي من جي ان يو، والان من نتورك، والاو من اوبجكت، والام من موديل، والاي من انفايرمنت. ده النوم ديسكتوب. طبعا هو انيشال ديسكتوب بيشبه البابولر جرافيكال يوزر انترفيس الديسكتوب فوق الثانية زي الويندوز و اللي هي الماك او اس وغيرها من الديسكتوبس. الديفولت سيتنج بتاع النوم بيكون عندك تول بار في التوب فوق في اعلى الشاشة، عندك تول بار في اعلى الشاشة، وعندك بوب اوت دوك فيتشرينج لارج ابليكيشن ايكونز، بيكون عندها فيها لارج ابليكيشن، دي بتكون على الشمال هنا ايقونات في الابليكيشن على الشمال، وتول بار فوق في الاعلى. لما تيجي تمرر الماوس على الايكونز دي بيحصل ليش؟ شنو تكبر، خليها تكبير، والكلر الاساسي حقه اللي هو بيكون دارك جراي اورنج وبرغل اللي هو ده مثال لنوم ديسكتوب زي ما شفنا، اللي هي التول بار فوق هنا في الأعلى. التول بار بلقى فيها معلومات منها مثلا الشبكة، التحكم في الصوت، التاريخ، التاريخ والزمن في النص هنا ده، وعلى الشمال اللي هي الدوك فيها الايكونز بتاعت الابليكيشنز. لما تاخد عليه الماوس بتظهر تكبر الايكون، تعمل عليه كليك بيشغل لك الابليكيشن المعين. وتحت هنا في برضو بار بس ما بتظهر الا تعمل عليها ماوس، يعني هنا التفصيل اللي هي دي التول بار اللي في الاعلى فوق فيها المين منيو. هنا لما تعمل كليك بتجيك المين منيو، وهنا النوتيفيكيشنز للرننج، وفي النص بيكون عندك الداتا تايم، هنا مثلا الفوليوم، التحكم في الصوت، الشبكة لو انت متصل بشبكة، الباتري لايف، البطارية، و اوبريتنج سيستم انديكيتور. في الاسفل في بار فيها نوتيفيكيشن لو انت مركب مثلا اليو اس بي وغيره من الحاجات دي، تظهر في الاسفل هنا تحت، ودي التول بار اللي في الاعلى. لو ضغطت على السيرش بتصل عندك البرامج الموجودة في سطح المكتب هنا، تقدر تختار منها اللي انت عايزه. ده الشكل العام بتاع النوم الأساسي، النوم ديسكتوب اللي بيحتاج ذاكرة 768 ميجا بايت، وبيحتاج سي بي يو سرعتها أقل شي 400 ميجا هيرتز. أنا ما عايز سي بي يو عالية، لكن عايز رام عالية شوية. النوع الثاني اليونيتي، اول فاريشن من النوم، يعني تم تحديث النوم وعملوا اصدار جديد سموه اليونيتي، ودي موجوده مع كثير من الديستريبيوشن لكن مينلي مربوطه مع الاوبونتو. يعني انت لما تنزل الاوبونتو تنزل معاك الديسكتوب يونيتي، اسمه يونيتي. ميزته هو سهوله الاستخدام لليوزرز اللي ما عندهم خلفيه عن استخدام البرامج، فأي شخص ممكن يفتح الأوبونتو يقدر يتعامل معه بسهولة، وهو مناسب للنت بوكس واللابتوبس والديسكتوبس. ده شكل الديسكتوب بتاع الأوبونتو اللي هو أوبونتو نازل معه ديسكتوب يونيتي. نلاحظ إنه نفس المواقع بتاعت النوم اللي هي التول بار فوق في الأعلى في المين منيو، وفيها بس في تعديلات إنه الزمن لاحظوا هنا كان في النوم في النص، هنا الآن على اليمين. وعندي هنا الزر ده بتاع الشت داون، في المنيو بتاع الشت داون وخيارات ثانية، وهنا التحكم في الصوت والشبكات والبطارية وغيرها من الحاجات، وهنا بيكون في بعض النوتيفيكيشن بتظهر. اليونيتي بيحتاج رام كبيرة اللي هو 1 جيجا، وبيحتاج برضو سي بي يو سرعته عالية 1 جيجا هيرتز على الأقل عشان يشتغل معاك اليونيتي.
سينامون اللي هو النسخة الثانية من النوم، فاريشن من النوم، بيشبه النوم وهو مرتبط مع المينت. نلاحظ ان اليونيتي مرتبط مع الاوبونتو، السينامون مرتبط مع لينكس مينت. لما تنزل مينت بتلقى معاه سينامون، ويشبه الويندوز اكس بي في شكل سينامون. عند شكل لاحظ هنا في السينامون نلقى التول بار تحت اسفل هنا، وهنا على اليسار في الركن تحت لما تعمل كليك بتظهر منك القائمة، المين منيو بتظهر هنا، والايكونز هذه على اليسار، ودي هو الوايرلس اللي هو النتورك والبطارية والتحكم في الصوت وغيره من الأشياء موجودة هنا. وده السطح المكتب بتاع مينت شغال بسينامون ديسكتوب. الميتا الفاريشن الثالث من النوم ديسكتوب، وبرضه بيجي نسخة ديفولت مع ميت مع مينت. الميت بيجي مع مينت، يعني انت لما تجي تمشي الصفحة بتاعت داونلود للينكس مينت بتلقى نسخة بقول لك مينت بين قوسين ميت او مينت بين قوسين سينامون. يعني انت لو عايز تنزل المينت ديسكتوب حقه سينامون تختار النسخة دي، لو عايز تنزل لينكس مينت مع ديسكتوب ميت بتختار مينت مع ميت في الداونلود، فبيجيك الديفولت في اللينك حقك. لكن ممكن انت شغال وانت ممكن تنزل ميت او مينت او سينامون عادي ما في حاجة. فهنا ده شكل الديسكتوب بتاع الميت. نلاحظ الآن التول بار فوق هنا ما زي السينامون، هنا عند النتورك والبلوتوث والتحكم في الفوليوم الصوت والزمن والشت داون منيو، والمنيو الرئيسية هنا موجودة فوق على اليسار. وده سطح المكتب، ده ميت نازل على أوبونتو. ممكن يجيك ميت مع المينت، ممكن تنزله مع اي ديستريبيوشن تاني عادي. بيحتاج رام اقل من السينامون 512 رام، برضو السي بي يو اقل 800 ميجا هرتز معقولة يعني.